السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، يا صباح أو مساء الخير بتوقيتكم. شو أخباركم بنات؟ إن شاء الله أنكم بأتم الصحة والعافية يا رب. اليوم حبيت كذا أصور لكم روتين بعيدا عن التنظيفات والحوسات. طبعا أخذت فترة نقاهة كذا، وهنا كنت صاحي الساعة تقريبا 8، رتبت البيت ونظفت. أول شيء قعدت أشرب لي كذا كوب حليب، وبعدين رتبت البيت وخلصت تنظيفات لأن اليوم عندنا طلعة. بعدها دخلت كذا بجهز الطلبيات قبل أجهز لطلعتنا. هنا باقي عندي شوية أغراض، طلعت كل الطلبيات ورتبتهم. نجي هنا برتب معاكم الأغراض اللي باخذها معاي للمنتجع. رتبت كل الأغراض وحطيت كل الأكواب البلاستيكية بشنطة في 60 ورتبتهم. الشنطة هذه كانت متوفرة عندنا، حاليا للأسف إنها نفدت، فإن شاء الله بإذن الله إذا توفرت ببلغكم. وحطيت بعد إبريق القهوة، باخذ المحاصيل بعد معي، بس بكفلهم أول. وبعدها رتبت باقي الأغراض كلهم. أحب أرتب صراحة العزبة دايم شنطة سفر صغيرة لأنها تاخذ مرة كثير، وثاني شي تكون الأغراض عندي مرتبة ما تنحاس. أقدر أحط فوطة تحت أو مفرش اللي بستخدمه يعني، فمرة يصير مرتب. أخذت معي قهوة سعودية، وبرضو أخذت شوية أغراض عشان أصور معاكم. الزجاجيات نفس كذا، أحب أغلفهم أحطهم فوطة. هنا عندي فوط ريفي، لفيتها نفس الطريقة، وبعدين حطيتها داخل الشنطة وحطيت الصينية وحطيت كل شيء، وخلاص كذا قفلت عليها. وهنا رجعنا نزلنا العرض مرة ثانية وجهزت كل الأغراض. هذه طبعا تصوير يعني كان بداية العرض الأول، وخلاص كذا شحنتهم. وبعدين طلعت ناخذ غدانا من البيك. طبعا احنا متوجهين الروضة تستير، فيها منتجع مرة حلو، فقلت باخذكم معاي جولة. هذا بنات طريق احب مدينة القلبي اللي هو مدينة جلاجل، مرة حلوة. هي مدينة صغيرة بس انها مرة صراحة مرتبة ونظيفة ودائما تشرح الصدر. طلعنا وبعدها طلعنا المناطق ثانية، فحبيت اخليكم تاخذون معاي جولة في مناطق استير. طبعا هذه حوطة استير قبل الروضة، كلهم محافظات صغيرة بس صراحة مرة يعني أرياف مليانة مزارع، والأجواء فيها بالليل مرة ترد الروح. المنتجع هذا أنا شفته تقريبا بالتيك توك وعجبني، فبحثت عنه وعلى طول أخذناه. أسعاره مرة مناسبة وحلوة، فباخذكم معاي جولة فيه.
وهنا بنات اللفة حقت المنتجع تجيكم على اليمين. جوجل ما بيطلع لي، يطلع لنا انها سيدة يعني، بس لا هي قبل بلفة يمين منطقة صغيرة، ومكتوب في لوحة المنتجع هذا اول ما دخلنا منتجع مكن مرة حلو ومرتب. خليكم تشوفونه معي، احنا جينا يعني تقريبا العصر، في زيارات شخصية او انكم تاخذون سكن، يعني تقدرون تدخلون بدون يعني بدون ما تاخذون يعني سكن، تقريبا الدخول ب90 ريال للسيارة، ولا اذا حابين تاخذون فندق خلاص دخولكم مجاني. ودخلنا هنا بسم الله للفندق، نبي نستلم الجناح حقنا، مرة مرتب وأنيق صراحة، صحيح إنه صغير مو كبير، أنيق مرة صراحة ونظام فندقي. هذه هي الغرفة وفيها شاشة، وبرضو فيها جزء مطبخ تحضيري صغير، في مايكرويف وغلاية، وهنا كانت الإطلالة على المسبح. المسبح مرة يعني إطلالته جدا جميلة، أحس لو إنه بأيام يعني الشتاء كذا الربيع بيصير المكان ولا أروع. هنا موجود عندهم ثلاجة صغيرة فيها مشروبات وفيها سناكات بعد، فحلو يعني موفرين، لأن المنطقة بنات ما فيها بقالات يعني قريبة، لازم تطلعون بالسيارة يعني شوي مشوار. فيها مطعم دوار السعادة يوصل، طلبنا منهم فطور. وبعد موفرين هنا ما شاء الله فوط الخزامة اللي هي استخدام واحد، مرة حلو حسنا بالسفر، مرة ممتازة. وهنا جزء من المطبخ التحضيري، هنا عيالي جهزوا مسابحهم خلاص بيروحون يسبحون، فجهزت لي أنا قهوة عربية، أول شي بنت قهوة وبعدين أنزل بإذن الله. تحت القهوة السعودية هذه موجودة في متجرنا، وفرنا منها نص كيلو للي حابين يجربون، فللأسف إنه ما معي دافور، توقعت صراحة فيه فرن سيراميك بس ما حصلت، فبجربها على الغلاية صراحة مرة ما شاء الله يعني ما تغيرت معي مرة. صحيح ان الطبخ له دور يعني كبير بالقهوة، بس ابدا ما حسيت يعني فرق كبير. فتنفع يعني تكون سريعة التحضير، حطيت فنجال بالترمس وحطيت عليه موية مغلية. ورتبت صينيتي، حطيت الفناجيل، طبعا ما فيها اي اواني ابدا ولا هي حق الطبخ، يعني احس انها بس تحضيرية. وجهزت قهوتي كذا، ما شاء الله القهوة فيها هيل وفيها زعفران صراحة، أنا يعني أتمنى كلكم أنكم تجربونها، هذه القهوة القصيمية الأصلية. المزاج صراحة للبلاك، فبسوي لي كوب بسم الله. المشكلة ما عندي إلا طحنة يدوية، فمضطرة أطحن يدوي. إن شاء الله بإذن الله بنوفر مطاحن USB، بس حاليا ما وفرنا لأنه ما وصلتني، فمضطرة أطحن اليدوي مرة متعب. بسوي قهوتي الأثيوبية صراحة، أنا أفضل الأثيوبي كثير، في كثير يفضلونها الكولومبي بس ما أدري، كل واحد وجهة نظره، بس ما أدري أنا أحب صراحة الأثيوبية، فبسويها وأرجع لكم إن شاء الله.
بسوي السيروب حقي اللي هو الباشن فروت. هذا يا بنات لازم تجربونه، مره مره يجنن صراحه. طبعا هو حلاته مع الكركديه صراحه، نكهه نكهه. اللي تشوفوا اللي تحبون اللي يحبون الكركديه الكافيهات كذا، بودرة الكركديه هذه مره هي اللي يستخدمونها، وبرضه يحطون معاها السيروب. بس انا بعطيكم الحين بستخدم شيكر، بحط عليه شويه من بودرة الكركديه وبحط عليه شويه من الباشن فروت يعطينا كبس. بضيف معاه شويه ثلج، الحين مويه. وهنا نزلت كذا هذا الممر حق الغرف، مو كثير الغرف عندهم بس صراحة مرة ممتع، موجود بالبوكينج موجود. أنا أخذته بنات عن طريق جادر إن، أخذته تقريبا 277 على ما أظن، لأني أول مرة أحجز فيه. هذه الجلسات الخارجية رغم إنه كان الجو يعني حار، بس هذا المغرب تقريبا، بس الإطلالة مرة حلوة. يعني الإطلالة والأجواء صراحة تفتح النفس. وهنا المسبح، يعني تقدرين تراقبين أطفالك بالجلسات هذه، وبرضو في يسمونه المنقذ، شخص يعني مسؤول عن الأطفال بالمسبح، بأنه لا سمح الله يصير في غرق أو شيء يكون موجود. بس طبيعي مراقبة الأهل غير. وهنا بنات في أقسام الممرات هذه، في المسجد وفي برضو حيوانات، باخذكم معي جولة فيها. طبعا مو اعلان ولا شيء، بس انا احب انه يعني انكم تستفيدون معي وتستمتعون معي بالاجواء. حلو للي يطلع من المدن ويجي في الارياف هذه، ياخذ كم يوم كذا صراحة استجمام شوي، مرة حلو. بعد في اللي هو البط هنا، بس الله لا يوريكم الريحة مع الحار. انا احسها بالاجواء الشتاء صراحة شيء ثاني، احسها مرة بتكون مرة حلوة. وبعد ما لبست عيالي خلاص أخذت قهوتي وجلسنا نتقهوى كذا شوي ونروق عليها. طبعا الكافي كان مرة صراحة حلو، عندهم تراميسو مرة لذيذ، وبعد أخذت أنا قهوتي لاتيه صراحة مرة أكلهم مرة لذيذ، وبرضو فرنش توست هذا بالكندر توقع مرة كان بعد لذيذ. الأجواء كانت بالليل صراحة مرة روعة، جلست كذا أتابع شوي وعيالي طلعوا يلعبون، فحبيت أخذ فترة نقاهة شوي وأجلس أستجم على الشاشة، يعني كان خلاص آخر الليل وبننام بإذن الله.
إطلالة المسبح هنا بالليل أجواءها صراحة مختلفة، تعطيكم شعور أنكم مسافرين وأنتم داخل مدينتكم، يعني ما طلعتوا. بصراحة جهود يشكرون عليها، مرة المنتجع يفتح النفس. تقولون تنصحينا؟ أنصحكم بقوة صراحة بزيارته، لأنه مرة ممتع. حتى قلت لهالي إن شاء الله إذا جيتوا لازم نروح له. وبعد اليوم الثاني صحيت الصباح، أحب أجواء الصباح، نزلنا تحت، كانت أجواء المسبح صراحة ناقصهم مطعم وبوفيه، بيكون يعني صراحة توب، بس للأسف ما فيه. يا حلو أجواء الصباح في المزارع، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم يا رب. يعني صدق الأجواء تفتح النفس، وجهود جبارة يستحقون صراحة الشكر عليها. في متوفر سكوترات كهربائية، بعد أخذنا عليها جولة بالليل، كانت بعد ممتعة. هذا جو الصباح، أخذنا فطورنا وجلسنا نفطر، ما كان صراحة فيه أحد كثير. طلبنا من دوار سعادة يوصل، لأنه أغلب المطاعم ما توصل هنا، بس كانت الأجواء صراحة مرة ممتعة. متوفر عندهم بعد شاليهات، في صغيرة وفي كبيرة، مرة صراحة عجبتني المنطقة. شوفوا الشاليهات، كل شاليه بعيد عن الثاني، للأسف ما قدرت أصور لكم لأن جوالي خلص شحنه، بس من داخل كأنها نظام فندق، فيها ألعاب مائية، في أشياء فيها ألعاب وفي أشياء لا ما فيها بدون. بس عموما المنتجع مرة جميل صراحة ويستحق فعلا الزيارة. وبعد طلعنا هنا لحقة العصافير، محمية العصافير صغيرة يعني مو كبيرة، بس فيها سكوترات، فيها سياكل، مرة المكان ممتع، وأنصحكم من كل قلبي صراحة أنكم تجونا. وبكذا أنا خلصت تصوير الفيديو، إن شاء الله أنكم استمتعتوا معي واستفدتم من الفيديو. لا تنسوني من دعواتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم، أكيد تسعدني. الله يسعدكم ونقول لكم في أمان الله.